لو انت بتدور على مالتي فيتامين لتعب والخمول والارهاق، النهارده في الفيديو ده اقول لك على مقارنه ما بين الكيروفيت وما بين الليميتلس، وان شاء الله هنبدا ان احنا ننزل لكم فيديوهات الفارق ما بين مثلا حاجه زي الكيروفيت زي الليميتلس. فخلينا النهارده نتكلم عن الكيروفيت وعن الليميتلس. دي مقارنه سريعه بنتكلم فيها لو انت بتستخدم اي مالتي فيتامين عشان التعب والخمول والارهاق، فهقول لك اني احسن فيهم. يلا بينا نبتدي في المقارنه بتاعتنا، بس قبل ما نبتدي ما ننساش اللايك والشير وكمان كومنت جميل منكم. يلا بينا نبتدي. اول حاجه هنبتدي فيها في المقارنه بتاعتنا ان احنا عندنا الكيروفيت بيحتوي على 49 عنصر من الفيتامينز والمعادن، والليميتلس بيحتوي على 27 عنصر من الفيتامينز والمعادن. فدي تعتبر اول ميزه للكيروفيت. علبه الكيروفيت فيها 15 قرص بسعرها 54 جنيه، يعني ال 30 كبسوله منهم عاملين 108، انما الليميتلس ال 30 كبسوله عاملين 139 جنيه، ودي برضك تعتبر حاجه كويسه بالنسبه للكيروفيت. خلينا قبل ما نبتدي نكون عارفين معلومة مهمة جدا، في بعض الفيتامينز والمعادن اللي بتتحكم بشكل كبير قوي في تقليل التعب والخمول والإرهاق، زي الحديد والزنك وكمان المغنيسيوم وكمان فيتامين B6 وB12 وB2 وكمان الفوليك أسيد وكمان فيتامين C. دول 8 معادن وفيتامينات متحكمين في التخلص من التعب والإرهاق والخمول. فالمقارنة بتاعتنا تكون دايرة بس في المالتي فيتامينز دي، وكمان هنقول ميزة بيتميز بيها كل منتج. الزنك موجود في الكيروفيت 7 ملي جرام، وموجود في الليميتلس 11 ملي جرام، فيعتبر الليميتلس متفوق شوية في الزنك. والمغنيسيوم 100 ملي جرام، انما في الليميتلس 5 ملي جرام بس. وتالت حاجة معانا فيتامين B12، موجود في الكيروفيت بتركيز 100 مايكرو جرام، وموجود في الليميتلس الفيتامين B12 6 مايكرو جرام، والفيتامين 6 موجود في الكيروفيت 15 ملي جرام، وفي الليميتلس 2 ملي جرام. فيتامين B2 موجود 3 ملي جرام في الكيروفيت، وموجود في الليميتلس 1.3 ملي جرام. الحديد موجود في الكيروفيت 9 ملي جرام، وموجود برضك في الليميتلس 8 ملي جرام. الفوليك أسيد في 600 مايكرو جرام في الكيروفيت، وموجود 200 مايكرو جرام في الليميتلس. فيتامين C دلوقتي موجود في الكيروفيت ب 60 ملي جرام، وموجود في الليميتلس ب 90 ملي جرام. كل اللي انا عايز اقوله لك بقى من الارقام اللي احنا اتكلمنا فيها النهارده ان الفارق ما بين الليميتلس والكيروفيت واضح جدا. اعداد العناصر اللي موجوده في الكيروفيت اكتر بكتير قوي من اللي موجوده في الليميتلس، وكمان السعر بتاع الكيروفيت مناسب جدا بالنسبه لاي حد ممكن يجيبه. وكمان الكيروفيت بيحتوي على الجينسنج وغذاء ملكات والجينكو بلوبا، ودي كلها حاجات كويسه جدا لتنشيط الذاكره وكمان تحسين هرمون التستوستيرون، انما الليميتلس يفتقد لهذه المواد. وبكده عزيز المشاهد كل اللي انا عايز اقوله لك ان الكيروفيت افضل من الليميتلس لعلاج او للتخلص من الارهاق والتعب والخمول، ولكن الليميتلس افضل لتقويه المناعه لانه بيحتوي على نسبه اعلى من فيتامين سي ومعدن الزنك، والليميتلس للمناعه كويس، انما الكيروفيت لعلاج الخمول والتعب والارهاق افضل من الليميتلس. وبكده انا قدرت ان انا اقدم لك معلومه طبيه، فما تنساش اللايك والشير وكمان كومنت جميل. ما تنسوش كان معاكم الصيدلي حسن محمد. سلام عليكم.